وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن الطاقة الإجمالية بعد تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على جميع المباني الحكومية ستكون 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة. مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية هي إحدى المشاريع المهمة التي قامت هيئة الطاقة المستدامة بإدراجها ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي وافقت عليها اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، واعتمدها مجلس الوزراء الموقر. والمباني الحكومية التي تملكها الحكومة يبلغ عددها 535 مبنى، تشمل جميع المدارس والمستشفيات، يصلح أسطوع مبانيها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها بطاقة إجمالية تبلغ 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة. وباكورة هذا المشروع هو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مباني 8 مدارس حكومية تم اختيارها من قبل وزارة التربية والتعليم، وبإمكان هذا المشروع من إنتاج 3 ميجاوات من مجموع 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وهي أول حزمة من المدارس التي سيتم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.